مساء الخير، حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي، فيها منعرف آخر أخبار الطلاب وتحركاتهم بالأكاديمية. والبداية مع رافائيل يلي قرر يجلي الصحون من بعد ما شاف إنه المطبخ بحالة مش كتير مقبولة، فكيف رح تساعده حنان بهالمهمة؟ كلنا كأولاد كده بعد الإيفال نعمل ده. يا ويلي شو هيدا؟ شباب يعني. بعد الإيفال؟ بعد الإيفال. ما هنعمل إيه؟ إذا ما عم استوعب قد إيه في جاية. ما عم استوعب قد ايه في جاي. يعني شو؟ شو يعني؟ هول الاغراض؟ مياس وطن هونيك خالصة ومش مكبوبة و يعني بتعرف شو بدك؟ بتعرف شو لازم تقول لهم؟ عندك استنى دقيقة قبل ما تاكل الترويقة ومنظف هول شيل هول حط الطن عن جد مطبيعي كتير ايه نظفت امس نظفت وغسلت كل واحد بس ما فيه اساسهم هذا مرتين بننظف ما فيه مشكلة كل المواسم غسيل الصحون كل الطلاب بيتهربوا من هالواجب يوم بعد يوم المشكلة عم تكبر فما كان من رافائيل إلا أنه يبادر ويغسل الصحون وبما أنه المهمة طويلة وشاقة حنان قدمت المساعدة يدوياً وغنائياً وردت عمري وحقي شمك خاف عليك وقات الهمك لو في غير لك اسمك حبيبي سميك من اليوم انت اللي من اليوم شبعية من اليوم ملكك انا من اليوم مصمم الرقص هادي عوادة زار الطلاب ليبدأ معهم حصص الرقص بالأكاديمية Bonjour. Salut. يلا. بدنا نتبوك. مين قال كنت تبكي؟ سؤال. لا. دلعونا. مين قال كنت تبكي؟ بس مش دبكة. لا ما عم نحكي نحن برايم عم نحكي صفي. أول شخص رح يقعد قعد على الأرض ما بعد رح تقعد على إجري جايز كلنا عم نشوف بد صح بإيد تانيك بدك تعبتي إجري وعطيني إجريك التاني واحدة هيدي التاني لتكون لورا لك هيدي الإجري تكون لورا هيدي قدام وبدي علي يلا عليش يلا عبتو بإيد تانيك لك بك تقعد على إجري التاني قاعد غلط نرجع ظهرك هذا اوكي هيدا اجر الجعر شد ركبتك رافائيل اول شيء عبطه بايدينك من ورا جايز شباب صبايا ما بدي اسمع صوت حدا دو ات لانه بالنهايه جسمكم بعرف ما في عندكم ليوني ابدا لنوصل لليوني ونتعب طبعا علي انت ورا انس داخل بالنص حبيبي مش بالنص المعبر لرافائيل عشان عمال يشد في شعري هم روح اضربه بالقلم على وشه حتوقفك كم ده رافائيل عفوا ادينا عنا بالله رافائيل هيك رافائيل عملك 6 دقايق بلاش عشان انا غبيه تعال
جايز اسمع حالك. فاتن وين محلك؟ ورا زينة؟ ايوه كده يا معلم. رافائيل راحت. يلا 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 ماشي يا دينا. والله يلا. العظيم والله العظيم لا تت... لا... لا خليك تتغدى على راسك اليوم. صاحبي يا صاحبي روح لك. يلا اوبن يور باك. الكل بيحبوا صف الرقص مع الاستاذ هادي، بس لما ما يكون في التزام وتركيز هادي ما بيعود هادي وبيشوفوا الطلاب وجهه الثاني. Good luck. ما حد كسر له ايده. يلا. Lines, lines, lines. رافائيل تبقى خبرني شعور بس تكر اجريك لانه بعرفه للشعور كثير حلو. وين محلك؟ And يوسف هون. 5 سالسا. 5 5 6 7 we go go. 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام. تمام بلا لعب مع دينا. 5 6 7 we go go. سالسا 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 again. حبك شجعنا تحسسنا ان انت مش شايفنا. برافو باي. مش دايما الاتصال بالاهل بيحمل اخبار حلوه، مرات بيكون عبارة عن تنبيهات وإرشادات شوي قاسية، مثل ما كان الاتصال مع مرتضى رافائيل ودينا. حب وبحب. أيوة يا أمّا. ها حبيبي يا أمّا. إيه يا حبيبتي عاملة إيه؟ ليك ماما اسمعني، أنا ما عندي وقت كتير يمكن. بعد أنت في أشياء هيك بتعرف تغنيها وما عم تغنيها. إحنا مرتاحين على مود شوية تطلع أنت تتعب على نفسك تدرس. تحاول تغير من ملابسك من الدنيا مالتك، كلش امورك مو زينه، ليش تعبان؟ عايزاكي تسرحي شعري كده وتحطي مكياج وتغني لي اغنيه ام كلثوم ودرت الايام. في كثير اشياء ما غنيتها، فرجيني الاشياء الحلوه، يعني ما بدلك بس مبسوط انه انت كثير حلو انك مبسوط بالاكاديميه ومبهور فيها وهيك، بس اشتغل لانه انت لازم تحمل مسؤوليه، العالم كلها بتحبك هون ماما. ثاني حاجه عايزاكي تقدمي لهادي شراره اعتذار على الشاشه. معلش يا حبيبتي. ماشي وبعدين هتفهمي. حاضر. اوكي؟ حاضر. ليش تقتلي لي هيك يعني ما فهمت؟ حبيبي حتى لو اطلع اوف عادي ما دام انت راح تتعب على نفسك. اوكي. لا تنسحب عيب. زين سمت لي بدني. I'm sorry يا أستاذ هادي شرارة، أنا أسفة بجد 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 بجد. I'm sorry لو كان كلامي ضايق حضرتك. شريت ما حكينا على التليفون. فكرت يعني قبل اني ادخل الاكاديميه انه انسحب، فكرت انسحب لان مشتاق لك وكذا، بس انا مستحيل لازم اخلص رسالتك اكيد حبيبتي انت. اروح لك فدوه. بريك صغير ومن بعده منتابع اخبار الطلاب. منتابع يوميات ستار اكاديمي وبذكركم مشاهدينا انه فيكم باي وقت تعرفوا اخر اخبار الطلاب اذا دخلتوا على www.starcaribia.com. اما هلا فخلونا نروح لاخبار سكينة يلي زعلانه من رافائيل وعم تشكي له همه. ايه ماشي. يا رب زعلان مني. انا زعلان منك؟ ماني زعلان مني. لا والله العظيم مش زعلان. اقسم بالله انك زعلان. والله العظيم مش زعلان. زعلان يا رافائيل، انا بعرف كيف كنا بنتعامل قبل وبعدين. يعني بدي اعرف شيء. والله مش زعلان مني. والله مش زعلان مني، ليه عم تفكر هيك؟ قومي هلا قبل الايفال بدك تقعدي تفكري وما تفكري، قومي قومي ما تقعدي هون، قومي. خلص خلص. تعال.
روح روح قومي روح روح بدي اياك حنان ما بدي اياك حنان ما حدا بده اياني بدي اياني ها حطيت سكر برافو يلا سكر الباب برا تعال يا قلبي I love you. شو؟ بس إنه يعني مثلاً إذا كنت متضايقة أو شيء مثلاً أنت يوم ما طلعت نومينة أول حدا أجل عندك أنا قلت يعني يعني كيف ما بعاملك ما بتعاملني مثل الكل هيك بحس أنا فهمت؟ أنا ما بعاملك مثل الكل؟ yeah. هيك برأيك أنت؟ ما احنا اتفقنا أول ما نخش على الأكاديمي لو حدا متضايق من حد يقول له صح ماني متضايقة بس منك تقلك انت ليه عم تاخذ هيك الامور ما بعرف شو في براسك بس يعني انا بعزك يعني انت اقرب شخص لي بعد عباس ويعني ومحمد سعد والكل يعني فانا بحس انك اللي اهتمامك لي انك ما بتحبينيش فاهم يعني مش عارفه اذا احساسي انا غلط او صح غلط يعني مثلا الموقف اللي انا لما كنت كلمت اهلي وكنت عايزه اكلم أشخاص يعني وما كلمتهمش فنزلت أبكي رحت عند حنان فأنت ولا هنا عم تغني يعني على الأقل وقف غنى لحتى أحكي أنا وقفت حنان. لا لحتى ما قالت لك حنان وقف وقف لأنه هي عم تبكي ما كنت شايفك عم تبكي أصلا رفاهيل أنت شفتني أول حدا قلت لي شو بك يعني هيك أنا ما بحب داك يعني تحب أنت لما تكون زعلان وأنا قاعد لهون وأعمل ميزيك هيك يعني استفل ما رح تحبها ولو ما بكون قريبة منك بس ما رح تحبها فهمت؟ يعني مثلا انت طلعت نوميني وانا ما طلعت نوميني عم بضحك وانا عم بسمع ميوزيك هيك يعني ما دخلي فيك خلاص انا فلت منها استفلي انت فنحن انا اللي بدي اقول لك انه نحن هون كنا ايد واحدة يعني اذا حدا فينا زعل او حدا تاني زعل بنتي اذا انت بيكي شي انت عم ليه ما جيت حكيتيني من الاول انه هيك؟ ما حبيت ليه ما حبيتي؟ حق عامين شو؟ حق عامين تركت حالك هيك لحالك تفكري و حق عليك ثلاث ايام او اربعة ايام هيك ايه حق عليك ما جيت احكي ديني ما في احكي شي يعني خلص مهم ما تزعل مني ما اني زعلان منك بس ليه ما جيت احكي ديني بالموضوع ما في احكي ليه ما فيك يعني لك أربعة أيام زعلانة مني وأنا ماني عارف وأنت بتاخد قرار إنه أنا زعلان منك وأنت زعلانة مني وأنا ماني زعلانة منك أنا بقرأ تصرفاتك يا رفايل يعني بعيونك شو عم تحكي شو عم يعني إذا حكيت بعيونك بعرف يعني بلا ما تحكي يعني كيف ما عم تتعامل كيف عم تقعد كيف كل شي بشوفه أنا هيك يعني يعني إذا مثلاً يوم ما كنا عم نقرأ السوشيال ميديا عم تقول عن التعاطى يعني ما بدك يعني أقعد جنبك يعني كل ساعة وأنا ما قعد جنبك خلاص رفاهيل خليني أحكي بس ليه عم تفكري بهالطريقة هيك عولدنة يعني كيف عولدنة؟ يعني ما عم كبر عقلي عم كبر عقلي بس عم حاول كبر عقلي بس الأمور واضحة كتير يعني تبدي ليه متضايقة؟ متضايقة لأنه ما حبيت الطريقة اللي عم تعملني فيها هيك طيب إذا أنا حشوف إذا عم بعملي غلط حسن بس أنا ما عم بعملي ما عم شوف إني عم بعملي غلط بعدني مثل ما أنا وأنت فاجأتيني هلا بالموضوع خلص مهم أنا حكيت اللي بدي أقوله طب أمي ما بدي أشوفك زعلانة مو زعلانة قوم بس أمي بس شو؟ ولا شي شو بك؟ ولا شي سكينة ليه عم تبكي؟ ما بعرف ما بعرف ولا شي
خلاص ما زالت. شو بك شو بك؟ ولاش ولاش سكينة خلاص طب ليه عم تبكي؟ بس فسري لي شو عملت لك لتبكي؟ لا ما في احكي. شو اللي ما فيكي تحكي؟ طيب انه ضلك زعلانه مني يعني و... لا لا مو زعلانه على حالي بس. على حالك من شو؟ من كثير بس. طب قومي طب قومي قومي ما ضلك هون قومي يلا بس بدي اسمع غنيه. يلا اسمع الغنيه وقومي. إذا رح أعطيكي خمس دقايق إذا ما طلعتي حجاي عليك. انتهى زعل سكينة لكن حبت انه تفتح قلبها لمحمد سعد وتخبره شو القصة. مش قادر اركز حتى اليوم في الايفال. تصور ان انا وقفت اليوم في الايفال وقفت فقدت صورتها في عيني. قمت تلبكت. شفت انا غنيت في الاول ازاي؟ انا ما شفتش من الاول بصراحة. التانية غنيتها احسن من الاول صراحة يعني عشان ما بحبش المواضيع دي في الأكاديمية. لا 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 مش حاطط مستاج. لا ده حبيبي ده صاحبي ما اقدرش اتكلم عنه كلمة وحشة. لا يعني مش متستاهلش عشان هي مش حلوة أو عشان لا 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 بالعكس متستاهلش عشان 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 ما بتقدرش. لا ما هو هيقدر ازاي؟ اتصور اقول لك على حاجة اصل انت لسه قايلها من شوية. انت لسه قايلها من شوية مفيش حد بيتحكم في الحاجة دي. زي ما انت مثلا بتحبيه مثلا ممكن يكونش بيحبك او ممكن يكون بيحب واحدة ثانية. بس انا عايز اقول لك بس انا بعمل معامله كصديق مبين مش حاجه ومش عايزه ابين ومش عايزه تكون بيناتنا بينا اي حاجه. بس انا عايزاه انه يعاملني مثل الكل يعني ما يعاملنيش مثل مثلا انه مثلا لما طلعنا من هنا اول واحده قالت لي قلت له خلاص ان شاء الله هنصوت. مش عايزه يعاملك مصلحه انه مصلحه عندي. دي اول حاجه. وتاني حاجه انه ما بيقدرش اللي انا بعمله كله. مثلا انا يقدر يعني انا مالي. انا امبارح كنت بقى انا كشخص ببكي. اسمع بقى انت لو شفتني بعيط انت شفتني هنا زعلانه قمت جيت عندك قمت انا على فكره كله كده مش بتحبيني ولا حاجه. بتحبيني كاخت كصديقه مقربه كحاجه كشخص بترتاح. فانا اللي زعلني ان انا قمت نازله ببكي فجأة حنان حضرتني. هو كمل الغنى كأنه ما فيش حاجة. يعني لو كانت حنان أو دينا أو زهير أو أي حد هيجي يقول له مالك بتبكي ليه؟ تتا. أنا ما تتصلش الأخطاء بقى كشخصية. لا لما سمع لما سمع لما هو يقرفك. أنت رخمة أصل أنت رخمة فعلا والله بجد. بتقعدي تقولي أنا أصل مش عارف هو بيعمل إيه أصل هو بيعمل إيه هو بيعمل إيه. أنت كده عايزة تكرهيه. أنت كده ما بتحبوش. أنت لو حتى بتحبيه لا بجد المفروض تدي اعذار. فين بقى الاعذار؟ اعذار ايه؟ ايه؟ قولي له اقولها له؟ فايه؟ اقول له؟ اقول له؟ لا لا انا قلت له احنا اتكلمنا الصبح. هو قال لك ايه؟ اتكلم ما انا جايك في الكلام انت ما بتتكلمش. انا مش عارفه اذا لايقه على صوتي او لا. جاتك نيله خليك يا ابن اللذين. انا مالي يا ست ما تقولعي. نسيم عنده اساليبه الخاصه حتى يمضي وقته بالاكاديميه وما بيخلى الامر من بعض المشاهد التمثيليه اللي بتضحك. انتظار دره Yeah.
انجوز انجوزي خلاص لذيذ اقسم بالله ما دخلتش واحد من شويه عملوا ايه؟ دخلوا هما الاثنين لفوا لفوا وخرجوا. كنت رايح حنان اكل حاجه حبيبه قلبي انت ليكي معجبين الناس بتحبك وكنت بعقلك لو فضلت مع الواد ده هيوديك عقلك خالص. يعني ايه؟ انت طالع ايه في التلاته؟ بصي عنده كهربا زياده يعني ايه؟ دماغك عنده كهربا زياده اقسم بالله. يعني ايه؟ ايه يعني؟ فاكر امبارح وعلى السرير بريك صغير وبنرجع لاخبار الطلاب. عودة لمتابعة حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي وبذكركم بفرص الربح ببرنامجنا مع سي بي سي. ادخلوا على www.cbc-eg.com شاركوا بالمسابقات واربحوا رحلات كاملة التكاليف لحضور برايم ستار أكاديمي مباشرة من بيروت. مزين الشاعر فيكتور كيروز وفريقه زاروا الطلاب لجلسة ريلوكينج جديدة. بصراحة بتتغير نفسي شوي. بدك ايه اكيد بدك تتغير عرفت ليش بدك تكوني زعلانه؟ مش زعلانه ولا لا يعني اذا نومينه مش يعني فيلة اي اكيد شو بك؟ بعدين حلوه لما تطلعي نومينه بيطلع لك لوك جديد نيابه صح؟ يلا بدي يطلع كثير عصير كتير نقصت منها الدار كتير 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 محمد سعد وين؟ ليش؟ لأنه ما نومينه؟ خد لك بقى الحق الكبت غشاش مش منه ما أنت اللي لازم تمشي هنا دقوطة في البنات يا شيخ هايدي لما نحن بنكون عم نشتغل ما بتكون للبنات أو للشباب بتكون لإلنا نحن نشتغل هي بس حرقت خلاص أنت حرقت إيه أنت مش نومينه ساعة نبدل أنا غسل شعري فيان؟ ايه بس قصة كتير قصير حلوين الشباب والصبايا ملاحقين من الكاميرا 24/24 وهذا هو قانون البرنامج بستار اكاديمي لكن شو بيصير لما الطلاب بيقرروا يتحدوا الكاميرات بنشوف النتيجة تعال بس والله مفتاح والله مفتاح علي علي من السعودية تعال علي علي اهو تعال اهو علي اهو علي علي فرحان علي فرحان علي فرحان علي فرحان مين الزعلان روح علي روح علي بسرعه روح علي بسرعه روح علي بسرعه لا تخيل فرحان فرحان قاعد عيل تافهه جدا ده مجنون ما حيك يعني احنا ما عملناش الموضوع ده في اول اسبوع فاكر ان هي لما يصفر لها فاكر ان هو لما يصفر لها ويعملها كده هتلف متعمل كده عايزين يكون اسفل في القول كلمني
بريك صغير ومن بعده منتابع يوميات ستار اكاديمي. مشاهدينا خليكن معنا. منتابع أخبار الطلاب، وما تنسوا مشاهدينا أنه فيكم تتواصلوا معهم دايماً عبر الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وتوصلوا لهم أي تعليق أو سؤال. أما هلأ فخلونا ننتقل لنشرة الأخبار الأولى بالأكاديمية. يا مشاهدينا اللي كثير بنحبكم ونعسكم، مهم ما بدنا كثير نجامل. انا اخذ الورقه من قدامكم. اليوم بدنا نخبركم عناوين عن ثلاث فنانين كثير مشهورين. بدنا نبلش اول شيء مع محمد عباس اللي الف اغنيه جديده، اخترع اغنيه جديده اسمها انا حمار كبير. بتوصفوا هو كيف بيتصرف بحياته اليومية. عايز بس ده حمار. يا ابن اللعيبة يا عباس. عايز بس ده حمار. اغاني حلوه. اوكي طب شو بتقول؟ اوكي يلا. انا وانت رفورتاج تبع محمد عباس عم يغني الغنيه. لا انت صح، يا احنا اصحاب. يلا اصحاب بس والله العظيم. مبارك. انا حمار كبير ونفسي نطير، انا حمار كبير ونفسي نطير، انا حمار كبير ونفسي نطير، انا حمار كبير ونفسي نطير. عليك يا البنت. بفوت بي انا الفنانة الشابة. انا الفنانة الشابة هايدي. لا لا قدم هايدي. انا قدم هايدي. انا الفنانة الشابة نسيم. انا الفنان رافائيل جابور من لبنان، والفنان نسيم رايسي من تونس، فهم يحضرون لأغنية انا بتقطع من جوايا باسلوب جديد الان في الاسواق. خشوا اعملوا كده. والله احنا عايزين ننزل تحت تطلع تصورنا. نتمنى النجاح لرافائيل جابور و نسيم نسيم رايسي بعد الاغنيه. واخر اخبار النجمه المصريه ملكه المسرح هايدي، فهي عملت اغنيه جديده بعنوان عملت اغنيه. ماشي كمل. يوم ليك ويوم عليك. من عملت اغنيه جديده من الحلقة كلمات هايدي.
فهي عملت اغنيه جديده من الحان وكلمات هايدي. يوم عن حالها وكلماتها. اوكي عن حالها وكلماتها فلنسمعها الان. موديلز احنا وراها. انا موديل. انت الموديلز بتوعي. يلا يلا. يوم ليك ويوم عليك، يوم ليك ويوم عليك. يوم ليك ويوم عليك. يلا احنا بنقوم احنا كمان بقى احنا معاهم بقى. يلا احنا نقوم معاك واحد واحد. يوم ليك ويوم عليك. يوم ليك ويوم عليك. يلا 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 ننهي نشرة الأخبار. يلا نرجع لحنان ورافائيل يلي قصتهم عم تتأرجح بين الرضا والزعل دايما، فكيف رح يكون ختام هالنهار بيناتهم؟ خلونا نتابع. شو قلت انت هلا؟ يعني ما تذكرت شو قلت؟ خلص عن جد ما ترجع تحكيني رافائيل لأنه مش حلو هيك، بتروح وبتتركني أحكي. حنان خلص ما حنان شو؟ لا حنان شو؟ لا لا بص لا كيف بدك تقول شو؟ ما انت وحياة الله حق علي، وحياة الله حق علي، وحياة الله انت، وحياة الله حق علي، والله العظيم حق علي يا حنان، والله العظيم. طب لا لحظة لا حق علي، وحياة الله حق علي. رافائيل خلص رح روح، انه ليه عم تعمل هيك؟ انا نومينيه رافائيل وحياة الله حق علي. طب ثانية شو؟ شو؟ أنا زعلانة منك على فكرة. عشو؟ والله؟ عشو زعلانة؟ عشو؟ شفت شو عملت هلا؟ شو عملت قبل شوي؟ شو عملت لي؟ بتحكينا ما بعرف شو قهوة. شو؟ ممنوع أزعل منك كمان؟ إيه ممنوع. خلص هيك أنا فهمان. رافائيل عم بحكيك. نزال عم بحكيك. شوفي. ها؟ شو؟ شو؟ ماشي انه ليه عم تتصرف هيك؟ انت اللي عم تتصرف هيك مش عم اذا بلان توجه فلات خلص اه والله؟ شو كيف يعني اذا بلان توجه فلات؟ شو قلت لك جوا انا بدي اخذ على خاطري؟ شو قلت لك جوا اخذ على خاطري؟ ما بعرف انت شو شو قلت لك؟ شو هلا شو هلا يعني شو بدك تقول انت؟ لا مش شو بدي زعلان مني يعني انا؟ مش زعلان ما بعرف تزعلني انا. طيب اوكي ليه لا طيب يعني ما بتعرف انت شو بتتصرف مش هيك ما بايد عليك عن جد؟ اه طيب سوري يمكن انا ما انت ما بتعرف كيف تتصرف ما عرفت كيف اتصرف معك لا مش معك انت بتعمل الشغل ممكن بعدين تندم علي فما بزعلني بصراحه عن جد؟ اه اوكي بنوي سوري هلا هيك شيء بده لا لا والله ايهاب صافي عن جد خلص حنان لا انه لا لا شو عم كل شو كنت عم تقول بالطريقه هيك هذا بيطلع معك يعني اسم الله عليك وحياة الله اسم الله عليك اذا بحكيكي بالطريقه زلمه اذا بخاف اذا ما معلق على تصرفاتها يم بتقوم بتعرفها نحن بتفصل بتكون عم تحكي معك شيء بتحكي بتبرم خلص ما تحكي ما برد عليها اذا واحد اخر مره فكي المشكله فيني فكي المشكله شو؟ فكي المشكله اخذ على خاطرك قلت لها ما تحكي معها لانه جوا بمزح معها مش عم بمزح قلت لها انت ما تحكي معها هلا لانه غلطت بس تعرف غلطت؟ قلت لك شو قلتي لي وانت قاعده حد ايهاب ما قلت شيء والله العظيم ما قلت له شيء قلت لك شيء قلت لك شيء حاجه؟ لا انا كل اللي كان هو عم يغني ليش هو عم يغني وانا كنت صافي كثير بهمك يعني تعرف؟ والله ما كاين داك الشيء اللي في بالك انا ما عارف هو شو عم يقول شو حكي هذا؟ ما عارف انا ثانية شو حكي هذا؟ والله ماشي مش اصلا مش مشي يعني مشي كثير يعني شو قلت؟ قلت ايش قلتي؟ قلت وين؟ قلت لك انت ويا عز الدين علي انت قلت اه قلت لها طيقتك بس قلت لها صدقتك عارف شو قالت هي؟
بس كانت قالت لي قالت انت ايهاب ورافائيل عزازين عليا عزازين عليا حق اخوتي قلت لها صدقتك شفتيته عن جد لا عرفنا نخبي عليك عادي انا زعلانه منك بعد ما حقلي صار منها هلان والله العظيم دعان واحد شو بيعمل معك منيح دعان شو بيعمل حد شو بيحكي دعان والله العظيم دعان عن جد روحي انا هلا خليكي روحي اوكي رافائيل اذا رجعت حكيت معك انا عن جد اللي بدك اياه اعمله براسك بس ما ترجع تحكي معي ايه ما ترجع تحكي معي هلا شو هلا بينكم؟ أنا مو فاهمة السالفة شنو؟ قصة شنو هاي؟ أصدقاء أخوان شنو الموضوع؟ لا 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 مواضيع؟ لا عن جد يعني شو مش مبين؟ هاي الحاجة مبينة أصدقاء طبعاً أصدقاء أخوان إيه فريندز والله فريندز وحياة الله كثير غالي عندي بيفهمني وبفهمه بس عن جد فريند أون بلوس حتى لو أنا أصلاً بدي أحب ما رح أحبهم مستحيل ولا يعني يعني أنا إجيت لا أنا إجيت لهدف أنا إجيت لهدف إنه أنا طبعاً أكيد أنا أغني بس كنا هيك وأنا أنا بابا وماما عن جد عندهم ثقة فيه على فكرة مو خلص إحنا كنا هون إيه يعني خلص لشيء خلص إذا أكون شخص قريب منك أو هاي الشخص يكون قريب طبعاً عادي طبيعي الناس تفهمها طيب بدنا نسمع غنيتك بليز وهيك كل واحد منهم فل على غرفته زعلان نحن رح نفل هلا مشاهدينا بس ما تنسوا تلاقونا باحلى برايم الليل يكونوا على الموعد باي باي انت معلم واحنا منك نتعلم لو انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نقدر نتكلم نسكت وانت موجود ما تستاهل طيارة لا طيارة شوي عليك تستاهل طيارة لا طيارة شوي عليك تطير انت في العالي ما نوصلك يا غالي تطير انت في العالي ما نوصلك طب لا خلاص بغني غنية كلها محبة عن جد يلا 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 عندي بنكة كعبة وهتعملها قصاد الدنيا هتروح وخد بعد تعملها سكت كبير يلا مصر مصر وأكتر حاجة